عامر ادينا بريف سريع كده يعني عن المباراة. المباراة طبعا هتبقى مباراة صعبة لأسباب كتيرة. أولا تقدر تقول بداية موسم، هنتكلم على الفرقتين، كل فرقة الأهلي هيبقى عامل زي الأسد الجريح اللي ضاع منه الدوري، البطولة المفضلة عند النادي الأهلي وجماهيره، هيبقى عامل زي الأسد الجريح، هيبقى نازل مباراة بكرة اللي هيقف قدامي هموته زي ما بنقول كده بلغة الكورة. تقدر تقول يا هيما ان كمان اللي بيصعب المباراه او اللي بيخلي فيه حته حماس عند لعيبه النادي الاهلي ان واحده من المباريات اللي لعبت دور كبير في ضياع اللقب من النادي الاهلي الموسم الماضي هي مباراه طلائع الجيش اللي اتلعبت في السويس، اللي الفرقتين اتعادلوا فيها تعادل سلبي ولعبت دور كبير في ضياع الدوري من النادي الاهلي. وواحده كمان من المباريات اللي الاهلي ادها بشكل سيء بصراحه. اما طلائع الجيش المباراه صعبه، مش محتاج ان انا اقول صعبه لانه بيلعب النادي الاهلي بطل افريقيا، صعبه كمان لانه بيغير جلد، في لعيبه كتير رحلت عن الفريق وهنتكلم على الموضوع ده لما نتكلم على طلائع الجيش بالتحديد. كتير ابرزهم كتير قوي ابرزهم طبعا عمرو جمال، الكابتن عبد الحميد، الكابتن عبد الحميد بسيوني بيعتمد عليه بشكل كبير جدا في النواحي الهجومية، عودة كمان ناصر منسي بعد انتهاء فترة اعارته لبيراميدز، لغاية دلوقتي احمد سمير محدش عارف هو مع الفريق مش مع الفريق، موجود في القائمة، عقله مع الفريق ولا مركز في الانتقالات، هيروح هينتقل، هيروح فيوتشر ولا لا، يعني في كلام كتير، سواء حتى مهند لاشين كنا سامعين انه خلاص قاب قوسين او ادنى بالظبط من الزمالك قبل ما تحصل الازمه الاخيره للزمالك. فاذا في كذا لعيب من طلائع الجيش تحس ان هم غير ناهيك طبعا المشي وخلاص اوريدي من الفريق، في لعيبه كمان تحس ان هي لسه مشغوله بفتره الانتقالات، فده هيصعب طبعا المهمه على طلائع الجيش.